بعد وصوله لقمة أفرست وزرعوا علم لبنان بأعلى القمم، ماكسيم شايا بيخوض مغامرة وتحدي من نوع آخر، وهالمرة عبر المحيط الهندي. ريو هو اسم التحدي الجديد لماكسيم اللي من خلاله راح يجوب المحيط الهندي ليكون الرقم 17 فقط اللي بيقوم بهالمهمة وبرافقه شخصين، الأول بريطاني والثاني من جزر الفارو. إنه لما واحد حط عقله براسه ما في شيء مستحيل، وإنه عندهم طاقة وقدرة أكثر بكثير ما بيتصوروا، وإنه ما لازم يستعملوا مثل حرفة الحالية الغير مستقرة تما يقلعوا من داخلهم البطل اللي موجود بكل واحد فينا. رحلة شعيا تبدأ بحزيران وبتنتهي بآب، والكل رح يكون بانتظار عودته ليرجع يسطر اسم لبنان من جديد، إنما هالمرة عبر المحيطات. وشعار المغامرة: من أعلى الجبال لأعالي البحار هناك أفرست للجميع. كل واحد في حق كل أحلامه، مش بس كل أفكاره، كل أحلامه إذا حط عقله براسه.